رزيت الكف كان في كذا مقاله نزلت واحده منهم اسمها ريفيستنج ذا اناتومي اوف رزيت الكف كانت نزلت من كام سنه في الارثروسكوبي وبرضه كان في من حوالي سنتين في الارثروسكوبي نازله ريفيستنج ذا اناتومي اوف رزيت الكف بدانا نفهم حاجات اكتر في الاناتومي غير الكلاسيك اناتومي اللي كنا فاهمينه طول عمرنا ادتنا فيكسيشن احسن وبتر ريزلتس ماتش مور بتر ريزلتس. الفوت برنت اوف ذا بيبر كاب زي ما احنا كنا فاهمين اتس وايد اريا لايك ذس زي ما احنا شايفين ان هو لاترالي اتس وايد اريا سو 40 مليمتر هير الافرج و 18 مليمتر هير يعني ده مساحه كبيره جدا. احنا قبل كده كنا بنقعد نفتكر انها صلاحي لو بصينا في الاكستراي اتس اول ذس اريا كل الاريا ديت اتس ذا فوت برنت اتس نوت اتس نوت ا بوينت اور ا لاين لو بصينا ارثروسكوبيكلي ذس از ذا رايت شولدر ام لوكينج فروم بوستيريورلي ذس از ذا ارتيكولار مارجن ما هو كل ده از ذا فوت برنت اللي انا كنت شايفه ده وذس از ذا ريبيتر كاب تول ريبيتر كاب هير وهنقدر نشوف ان احنا هنقدر موبيلايز قد ايه لغايه ما تنام او تبقى كومبليتلي لاي داون على الانبوت بيرت اتس ا فيري وايد بريفلنس. لو بصينا انترا ارتكلر فروم ذا بين نيومرال جوينت هنقدر برضه نشوف ان بدافي انترا ارتكلر مارجن او ممكن يكون بوستيريور كل دوت از اكسبوز بول. وانس ان انا شفت اكسبوز بول مش شايف ارتكلر كارتج معناها ان انا بس معناها ان انا هقدر اروتيتر كابيتال. لو بصينا على النورمال روتيتر كارف فروم ذا سب اكروميال سبيس اند ذس از ذا بالبويد اوف ذا اكروميال اوفر هير اند ذس از ذا سوبرا سباينيتس اند انفرا سباينيتس اتس وان شيت زي ما احنا شايفين هنا اهو بلاندنج مع الاوستيوم اوف ذا ابر اند اوف هير. لو شفت اي نير بون او اي نير اريا معناها ذس از روتيتر كارف احنا شايفين اي لو بصينا فروم ذا جدين هيمرال جاينت انترا ارتكلر ذس از رانجل اوف بايسس ذا انسيرشن اوف ذا سوبرا انفرا سباينيتس هير على ال على الادج اوف ذا بارتيكولار كارتج يعني احنا مش شايفين اي فول سكول فول فاحنا وان وي دو اور ريفرس وي ماست ميميك ذا نورمال اناتومي ذات وي هاف. احنا طول عمرنا الفكره بتاعت الاوبن سيرجري ان احنا نعمل حاجه كده هو تعدي الغرز نعمل تراب تراب طلع مش موجود خالص في الاناتومي مفيش حاجه اسمها تراب ان انا اقعد بالشيزر كده ولا بالسيتوم اعمل خندق كده هو بعدين اخندق فيه في الريفرس كاب ذس از فيري نان اناتوميكال. احنا او ارثوسكوبيك ان انا احط انكرز وابقى عامل لوس فيكسيشن كده واقعد خايف من العيان خايف ان انا احرك وابقى حاطط ايدي على قلب هيلحق مش هيلحق الفيكسيشن ناو اتس اول دبل روب ان انا احط اثنين انكرز كده اهو انيم الروتيتور كاف على الفوت برينت ذس ذا روتيتور كاف هير ذس ذا هيد اوف ذا هيومرس ذس ذا فوت برينت. احنا كنا دايما بنعمل لاين اوف فيكسيشن يعني اروح واخد غرز كده اهو باي طريقه بابره بسوتشر بانكر وات ايفر يبقى عندي كل الحته دي بير وكل الحته دي بير الاقي ان انا هاف ا فيري يعني باد فيكسيشن. دبل رو معناه ان انا احط دبل رو اوف انكرز اميت سيكند عن جرام لا يا ماشي هو سيكند خلاص لا بالتالي لا واحد تاني لا الكهرباء واصله انت صبت الكهرباء كده يا الكهرباء واصله بس هو اللي بصعب هو قلبي يسحب نعمل another room anchored عند اللاترال عند الفلير بتاع الكليتر الفيبروسي مع upper humerus فبحيث ان احنا نقدر نلاي داون الريتيكول كاف على الفوت برينت بروبرلي عندي بيتر فيكسيشن يعني بدل ما عندي 2 بوينتس ولا 1 بوينت عندي 3 اور 4 بوينتس اوف فيكسيشن الهيلينج از بيتر اقدر ابدا اعمل اجريسيف ايرلي ريهابيليتيشن في السكند اور ثيرد داي اوف ذا سيرجري احسن من كنت الاول واقعد خايف بالطريقه ديت الستيفنس اولموست يعني تبقى ديكلاين تماما لو العيان this is a example in Howard. This is called a suture bridge technique. عندنا كذا تكنيك لل double row repair. This is a suture bridge. This is the footprint. I'm cleaning it. ولازم اوصل لغايه الكورتيكال بون completely يبقى free.
the supraspinatus والinfraspinatus are two. Not the, this is the right shoulder. I'm looking from posterior. When I want to reduce the rotator cuff على الفوت print. طبعا بيبتدي ليسس وفي تنظيف كتير جدا قبل ما نشوف المنظر كده. This is intra-articular. The first anchor إن هو is being applied اللي هو stands for this anchor over here في الصورة اللي هو anteromedial anchor على الarticular margin بالظبط. This is a double loaded anchor. This is the posterolateral one over here. Over here it stands for this anchor برضو على ال edge of the articular margin بالظبط. وبعدين هنصاف كل السوتشر. احنا دلوقتي عندنا double loaded two double loaded anchors. هنصاف كل السوتشرز through the rotator cuff. Now this is I'm grabbing the rotator cuff here by this instance through the expresso. وبعدين هبص الاقي معدي السوتشر بتاعي. This is the method I'm going to repeat it all through the tendon about 8 times. And how about my past, my I pass all the sutures, I can reduce the I can reduce tendon, but it's not a traction عليها. This is my message a suture handling خالص ان انا اعمل الستيتشز اعمل النوتنج بتاعي. بعد النوتنج اوف ذا سوتشرز يبقى عندي ان هو the rotator cuff is completely placed على footprint in هوت. وبعدين هاخد بقى من كل انكر ميديالي هاخد سوتشر منهم الودت على انكر تاني. This is the technique. انا عطيت ان هو this one وهنا هو بحط this one هنا هو. احنا عندنا configuration اللي احنا شايفينه في this image بيتكون قدامي اهو. This is the fourth anchor to be inserted. هنا هو لو بصينا from posterior يبقى هنا هو تبص على configuration ده بالظبط هنلاقي this one stands for this anchor هنا هو. This one stands for this anchor. This one stands for this anchor. This one stands for anchor. You can hear yourself. And then a very good fixation, a very solid fixation. After mobilized the IM very early. Now, but then I said, same patient from lateral view, box and one. This one stands for this one. This one stands for this one. وعندي butterfly configuration أو crisscross configuration دوت إن هو this one stands for this one and then this one stands for this one بالضبط زي ال image of course. This part is very important إن هو in this case إن أنا إن هو this is a tear, it's a medium sized tear, supraspinatus, so you can use as infraspinatus. This is an MR arthrography where بعد applying the media row of anchors احنا هنا هو got a very good fixation هنا هو بس نيجي نعمل probing for the lateral edge of the rotator cuff هي free وموبايل خالص. طبعا الجزء ده won't share healing خالص فانا خسرت كل الجزء دوت مع التوبريت. With applying the lateral row of anchor this يعني anchor هنا هو اللي باين في الايمج like this one بالظبط كده هو انا I'm laying down ال rotator cuff على footprint وthis is the nice and beautiful curve. بعد فانا عندي جود فيري جود فيكسيشن بعد ذس ذس از ذا ليفت شولدر فور ذا تشينج. انا باصص انترا ارتكلر دلوقتي ان هو ذس از ذا سبسكابلارس وذس از ذا فيري لارج تير اوف ذا سوبرا وانترا سباينيتس اند ذس از ذا فوت بريس اوفر هير. بعد ابلاينج تو ميديا رو اكترز ان هو ذس از ذا posterior one شايفين ده الفيوز بتاعته ودي السوتشر بتاعت الانتيريور انكر هنا اهو. عملنا لهم ستيتشنج وبعدين عملنا لهم سوتش السوتشر هاندلنج بتاعهم وبعدين ان هو بنركب اللاترال رو انكر زي ما احنا شايفين كده وبظبط التنشن بتاعي عشان تبقى نايمه على الفوتبرنت كومبليت يعني. وذس از افتر الريبير بتاعي. اعتقد ان هو اتس ا فيري سوليد فيكسيشن والواحد يبقى مطمن بوست اوبريتيف. انذر كيس اوف ا جنرال تير اوف سوبرا وانترا سباينيتس كلهم لارج يعني ميديا تو لارج تيرز وذس از ذا ريبير. Medium size there, but also the side edges, were after the
This is not حاجة interesting إن عنده delamination of the tendon يعني supraspinatus tendon interspinatus عبارة عن two parts هنا هو لازم أعدي two trips لأن كل جزء منها functions on its own من ال delamination ده فلازم أعدي two trips بتاعتي بالtwo laminas عشان أخد one laminas وأسيب واحدة يبقى عندي half the function of the supraspinatus أول أو يمكن ألوز في الانفراسبينيتس ثلاث أرباع الفانكشن بتاعها لأنها الجزء اللي بيجي فيري انتيريور بيكون الجزء اللامينيشن اللي تحت أكتر يعني. This is after the nice triple. السبسكابيلاريس الجزء مهم جدا من الروتاتور كاف is commonly missing. Commonly missing by history, commonly missed by examination. We don't examine for it. والام ار اي اللي بيعتمد على الام ار اي بص في الام ار اي كده ما بيشوفهاش. Clinical examination is more important. عشان نشوفها كويس لازم نعمل arthroscopy. This is هنا هو تاني. هنا هو the tear of the subscapularis. أنا looking lateral and on the subscapularis بالضبط هنا هو. وهنا هو ديت الrepair looking from posterior reformed تماما tendon of the subscapularis. This is the combination, it's very strange combination, subscapularis, supraspinatus, infraspinatus pair, ومعاه long head of biceps rupture. This is the subscapularis rupture, the tendon بتاعها هنا هو insertion footprint بتاع subscapularis. ولو كملنا هنا, this is the footprint of the subscapularis, of the supraspinatus with infraspinatus, يعني a whole big job for this patient. حطينا anchors, a double anchor for the subscapularis. I think it's functioning, you know, شايفينها الموفمنت بتاعتها والاكسكرشن مظبوط والتنشن بتاعها مظبوط وبعدين هنبص على السوبرا سباينيتس the footprint is completely covered والانترا سباينيتس is completely covered هنا هو strangely enough ان الام ار اي دوت كان كاتب الريبورت كاتب الثلاثه يعني. Thank you very much.